حفظكم الله يا شيخ، نقرأ دائما عن الهداية، بينوا لنا أنواع الهداية في هذا الباب الذي قرأناه. الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسول والدعاة إلى الله والعلماء، أن يدلوا الناس وأن يرشدوهم ويهدوهم إلى الصراط والحق. وأما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه، ولهذا قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت له الهداية في موضع ونفاها عنه في موضع. فالهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والدعوة إلى الله. وأما هداية التوفيق، الهداية المنفية هي هداية التوفيق والقبول، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يستحقها. نعم.